يكون سبب إليها من أجل الحد من حوادث سير. السلام عليكم. الرياضة أولى المؤسسة اللي أنا مسؤولة عليها. أولا كنحاول نستقبلوا كاع الجمعيات المتخصصة في الموضوع، يعني وكنوفروا لهم فضاء اشتغال من قاعات ووسائل بيداغوجية ولوجيستيكية. ولوجيستيكية من قاعات ورشات يعني سونتريزاسيون داتا شو، وكنحاولوا نسقوا من هذه الجمعيات اللي عندها يعني اهتمام مشترك باش اننا يعني نفعلوا هذه المواطنية السلام الطرقية. وكمسؤولة على يعني على هذا الدار الشباب كنحاولوا نحتوا الجمعيات يعني واخا ما يكونش عندها تخصص في الموضوع انها يعني تكون بنشاط يعني كيصب في هذا الاتجاه هذا. بحال هذا العام كانت في المسابقة ديال الرسم استفدوا منها التلاميذ ديال المزيدون مؤسسة مجاورة، ويعني إذا كانت مسابقة الأطفال عبروا فيها وحاولوا يديروا ديك علامات التشوير ويفهموا المزال ديال كل علامة شنو كتعني. دايوغ هاد قطاع الشباب والرياضة حتى في المخيمات الصيفية عندنا ضروري تيكون أنستون ديال السلامة الطرقية في أي مخيم كتكون بوزارة الشباب والرياضة، واللي كيكون يعني طيلة الشهرين يعني خمسة المراحل ديال التخييم تيكون طيلة ديك الشهرين كلها كاين أطر متخصصة اللي كيتم التكوين ديالها في هذا المجال، وتيكون عندهم أشرطة، تيكون عندهم علامات التشوير، تيكون بزاف ديال الوسائل يعني بيداغوجية وتحسيسية للأطفال. أي أطفال استفدوا من المخيم إلا وكيستافدوا من هذاك البرنامج ديال السلامة الطرقية أطور دوغول، يعني كل نهار كيستافدوا واحد 40 حتى 50 حتى 60 طفل في أي مخيم كتكون بوزارة الشباب والرياضة. وحنا بالنسبة لنا هنايا يعني كدار الشباب فحنا يعني كنحاولوا نبذلوا الجهود. دايوغ راه سي مسترمان قاموا بأنشطة متعددة عندنا في دار الشباب اللي كيستافدوا منها لا التلاميذ ولا الرواد ديال المؤسسة، وكيستافدوا من هذه الحملات التحسيسية. وما أحوجنا أنها تكتف يعني حتى طيلة السنة، ماشي بالضرورة حتى يوصل 18 فبراير. حتى حنا كنرفعوا دورنا تقارير للمديرية الإقليمية ديالنا، ما أحوجنا أنها تكون طيلة السنة. حنا يعني مستعدين يدينا مدودة أننا نشتغلوا مازال في هذا المجال. وشكرا. شكرا.